أعزائي المشاهدين ومتابعي القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، نواصل معكم برمجتنا التي خصصناها لقطاع النقل والسلامة الطرقية، ونستضيف اليوم فاعل أساسي في مجال تطوير السلامة الطرقية بالمغرب، ألا وهو اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. ونتشرف اليوم باستضافة السيد بن ناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. أول سؤال مباشر، هل قدمتم لنا نبذة عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذلك الإنجازات التي تقومون بها في مجال تطوير السلامة الطرقية بالمغرب؟ اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير هي مؤسسة عريقة، بحيث تم إحداث ديالها بمرسوم سنة 1977، وبالتالي السنة المقبلة إن شاء الله سوف نخلد الذكرى 40 لإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير تم إحداثها ربما في واحد الوقت اللي كانت دول قليلة جدا تعنى بملف السلامة الطرقية على المستوى الدولي، وبالتالي كانت هناك واحد المجموعة ديال التراكمات إيجابية من طبيعة الحال في المجال ديال الاشتغال ديالها. اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كانت دائما هي الفضاء الذي من خلاله يتم النقاش والحديث حول موضوع السلامة الطرقية في بلادنا، بحكم التركيبة ديالها، بحيث أنه في إطار ما دامت أنها لجنة فهناك يعني ممثلين عن القطاع العمومي، ممثلين كذلك عن القطاع الخاص، وحتى ممثلين عن مكونات المجتمع المدني. وبالتالي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من خلال الدورات ديالها كان دائما فضاء للنقاش حول مختلف القضايا المرتبطة بالسلامة الطرقية. التراكمات هي جد إيجابية كذلك، بحيث أنه اليوم تم تطوير واستطعت اللجنة أنه تخلق الوعي المجتمعي حول السلامة الطرقية، واليوم أعتقد ليس هناك أحد لا يعرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وأعتقد اليوم ربما ما وصل إليه ملف السلامة الطرقية في بلادنا هو نتيجة لمجموعة من التراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى المؤسسة. إذن سيد بولعجول، أعود معك لنقطة الإكراهات، ربما ما هي الأسباب التي تحول دون تحقيق الإنجازات التي سطرتموها في مجال السلامة الطرقية بالمغرب؟ فبالنسبة للإكراهات أعتقد بالرجوع إلى المعطيات وكذلك نتائج الدراسات العلمية في مجال حوادث السير، مجال السلامة الطرقية بشكل عام، يتبين أنه العنصر البشري يبقى حاضر بقوة، يعني كأحد الأسباب الرئيسية والمسببة في وقوع حوادث السير، بنسبة تفوق تقريبا 90%. الدراسات تشير إلى أنه السلوك البشري بصفة مستقلة يمثل نسبة 65% كسبب لوقوع حوادث السير ومضاعفة خطورتها. اللي كندمجوه مع باقي العناصر الأخرى سواء المرتبطة بالبنية التحتية أو المرتبطة يعني كذلك الأمور المتعلقة بالعربة، يعني حينما يكون السلوك حاضرا فتقريبا واحد النسبة اللي كتجاوز 90%. والسلوك يعني التأطير دياله ليس بالأمر الهين، وبالتالي هذا كيطلب واحد الورش اللي هو طويل الأمد للاشتغال على مختلف الروافد الممكنة، يعني المرتبطة بكذلك بكل المحاور المرتبطة بالسلامة الطرقية. وبالتالي التحدي المطروح اليوم هو تأطير السلوك، تأطير صحيح، وجعل المواطن ينخرط أو مستعمل الطريق ينخرط في الأوراش المفتوحة في هذا المجال. هذا يجرنا إلى فكرة وطبيعة المتدخلين الذين تشتغل معهم اللجنة، قلتهم أنهم مهنيين مجتمع مدني. فالموضوع السلامة الطرقية يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، ثلاثة ديال الفاعلين اللي هما معروفين. كاين الفاعل المؤسساتي، وحينما نتحدث عن الفاعل المؤسساتي يعني كل الإدارة بمختلف التلاوين ديالها. وزارة تجهيز النقل أكيد عندها دور مهم ومهم جدا، وربما حصة الأسد، ولكن كذلك هناك متدخلين آخرين، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع كذلك العدل التشريعات، قطاع كذلك المراقبة خاصة يعني الدرك الملكي والأمن الوطني، وكذلك الوقاية المدنية، وزارة الصحة. إذن كل القطاعات العمومية لها علاقة، وهذه خصوصية لقطاع السلامة الطرقية. إذن كل المتدخلين هم معنيين، وبالتالي نحن محكومون بأن نشتغل مع بعض. هناك كذلك الفاعل المهني اليوم كل المقاولات، سواء المقاولات تلك التي تشتغل في مجال النقل الطرقي وبالتالي هي معنية بشكل مباشر، ولكن حتى
المقاولات التي تشتغل في أي نشاط اقتصادي آخر، ولكن بحكم نشاط طبيعة النشاط الاقتصادي ديالها أنها مطالبة ربما بتدبير واحد الحاضرة معينة، إما حاضرة ديال العربات أو السيارات إلى غير ذلك. هناك مقاولات لا علاقة لها بمجال النقل ولكن تدبر حاضرتها فوق ألف وحدة، أو يعني مختلف الأحجام، عربات خفيفة، سيارات خفيفة، شاحنات إلى غير ذلك. وبالتالي الفاعل المهني يبقى حاضر والدور ديالو مهم ومهم جدا. وما نطمح إليه من طبيعة الحال هو أنه أن تصبح المقاولة المغربية تدمج بعد السلامة الطرقية في التدبير ديالها، لأن ما حينما تكون تدمج المقاولة هذا البعد أعتقد سوف نستبق واحد المجموعة ديال الأشياء التي قد تكون يعني لها مخلفات جد سلبية في الفضاء الطرقي. كذلك الفاعلين المهني الآخرين كقطاع تعليم السياقة وقطاع الفحص التقني، إذا كل الفاعلين المهنيين هم معنيين بشكل مباشر، وبالتالي نحن محكومون كذلك أن نشتغل مع الفاعلين المهنيين. هناك كذلك مكون أساسي واللي اليوم مع مرور الوقت يعني ولا كيحظى بواحد المكانه مهمه ومهمه جدا، هو الفاعل المدني. اليوم مكونات المجتمع المدني بالنسبه لنا على الاقل داخل اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير كتشكل واحد الرافد التواصلي مهم جدا، من خلال يعني التنزيل ديال كل البرامج، وكيساعدونا بطبيعه الحال في التنزيل وايصال كل رسائل التواصل اللي كنطمحوا لها بالنسبه للمواطنين. لانه حينما نتحدث عن المجتمع المدني نتحدث عن القرب، لان واحد الجمعيه هي واحد الدوار، هي واحد الحومه، هي واحد يعني واحد الفضاء اللي هو اقرب للمواطن. وبالتالي ملي كيكون عندك واحد الجمعيه ديال المجتمع المدني اللي كتنخرط معك، فكيمكن توصل هذيك الرسائل ديالك لهذاك المواطن بحكم العمليه ديال القرب. وحنا داخل اللجنه الوطنيه للوقايه من حوادث السير بكل صدق يعني عرفنا واحد التطور كبير وكبير جدا فيما يخص التعاطي مع هذا الفاعل المدني، بحيث كان سابقا كنا غالبا ما نوفر الدعم التقني واللوجستيكي للفاعلين المدني للجمعيات، يعني اما توفير دعائم تواصليه، مطبوعات، وثائق، كذلك التكوين الى غير ذلك. مع مجيء السيد الوزير هذه امانه، يعني انه طلب انه عوض ما نكتفيو غير بهذا الجانب ديال توفير الدعائم التواصليه، لابد من توفير الدعم المادي لبعض المشاريع المرتبطه بالسلامه الطرقيه. وفي هذا الاطار قمنا باول مره في تاريخ اللجنه باعلان عن طلبات عروض يعني لفائده الجمعيات من اجل تقديم الدعم المادي لها، وكانت هذه اول تجربه. من طبيعه الحال كاول تجربه وفرنا تقريبا واحد المبلغ ديال 8 مليون ديال الدرهم اللي تم تقديم الدعم للجمعيات، لكن قمنا بعد ذلك يعني بواحد التقييم موضوعي لهذه التجربه الاولى، واستفدنا يعني كان واحد المجموعه ديال الاكراهات فيما يخص التنزيل الصحيح، لانه غالبا ماشي كل الجمعيات كتشتغل بنفس الحماس وبنفس الطموح وبنفس الاراده. فالتجربه الثانيه ارتكزنا على انه لابد عوض ما نطلبوا احنا الجمعيات تقدم مشاريع، تم اعداد المشروع على داخل المؤسسه وحددنا فيه الاهداف، حددنا الحيتيات، حددنا كذلك وسائل ديال التنزيل، وسائل ديال الاشتغال، وقمنا بتقويم مالي لكيفي للتنزيل الصحيح للمشروع اللي تم تحديده. وفي هذا الاطار هذا بناء على هذه التجربات الثانيه بينات كذلك الدراسات التقييميه اللي قمنا بها انه كانت النتائج جد ايجابيه، بحيث اولا ضمننا تقريبا النجاح ديال المشروع بواحد النسبه ديال 100%، في حين انه في التجربه الاولى كانت بعض الجمعيات ربما لم تستجب او لم تستوفي كل الشروط اللي تم تحديدها في اطار البرنامج التعاقدي. وكذلك احنا ملزمين كمؤسسه عموميه انه اي دعم عمومي الا وكيخضع لواحد المجموعه ديال الشروط، كذلك ارسال يعني الملفات ديال الجمعيات الى المجلس الاعلى للحسابات الى غير ذلك. حاليا انتقلنا الى مرحله اخرى من هذه التراكمات اللي تحدثت عليها في البدايه، انه فعلا كنقدموا هذا الدعم التقني واللوجستيكي، كنقدموا كذلك الدعم المادي في اطار برامج اللي هي محدده، ولكن كذلك في نفس الوقت انتقلنا لمرحله اخرى هو التاطير والتاهيل ديال الفاعل المدني. وفي هذا الاطار هذا قمنا بواحد العمليه ديال التكوين لفائده الجمعيات اللي اشتملت تكوين فيما يخص تدبير البرامج اللي عندها علاقه بالسلامه الطرقيه، كيفيه يعني من الجانب المالي، يعني كيفيه اعداد واحد الملف اللي خاص عنده علاقه بالسلامه الطرقيه. درنا كذلك التكوين للمنشطين، لانه بالنسبه لنا وخاصه بالنسبه للمجتمع المدني اللي كيهمنا بالاساس هو هذاك المنشط، هو هذاك الشخص اللي كيقوم بايصال او تمرير الرسائل التواصليه والتحسيسيه للمواطن. ربما المواطنين ايضا تتبعوا وصلات تحسيسيه التي ادمجتم فيها فنانين او الجانب الفني يعني في التحسيس بضرورة السلامة الطرقية.
فهذا ربما السؤال ديالك كيحيرني على واحد المساله، يعني ربما التصور الجديد لاشتغال اللجنه الوطنيه لوقايه من حوادث السير في المجال، من طبيعه الحال في اطار الوضعيه الحاليه، المجال ديال الاختصاص ديالها الا هو الجانب المرتبط بالتوعيه والتحسيس والتربيه الطرقيه وكذلك الدراسات وباقي المهام الاخرى. فهذا الاطار هذا يعني كان عندنا واحد اعاده النظر في الطريقه ديال الاشتغال ديال المؤسسه، من خلال اولا اعاده النظر بحيث انه كان التركيز تقريبا شبه كلي في العمليه التواصليه على الجوانب الإعلامية، يعني عبر الوسائل الإعلامية، يعني من خلال تمرير وصلات توعوية وتحسيسية يعني في التلفازة وكذلك في البرامج الإذاعية. اليوم يعني حاولنا أننا نطور أولا التواجد ديالنا في خلال عن طريق هذه المختلف هذه الروافد هذه، لانها مهمه، التلفزه مهمه، الاذاعه مهمه، ولكن قمنا مثلا بالنسبه للاذاعه انه اشتغلنا على مستوى البرمجه، تكون واحد البرمجه اللي هي مهمه جدا تراعي النسبه لاوقات الدروه الى غير ذلك. تم كذلك الاشتغال على مستوى الخطابات التواصليه باش تكون واحد الخطابات اللي هي سهله ومفهومه وفي المتناول ديال المتلقي، واشتغلنا كذلك على الرافد التواصلي من اجل ايصال هذه المعلومه ومن هذه الرساله التواصليه. وفي هذا الاطار جاء الانفتاح فعلا على الاول مره على الفنانين، يعني من خلال وصلات تحسيسيه، وحاولنا نستغلوا حتى الصوره الاعلاميه او الصوره والشهره ديال بعض الفاعلين في هذا المجال هذا، باش تكون عندنا واحد نستقطبوا اكبر عدد من المواطنين. في الجانب التواصلي خصك تقيس اكبر عدد من المواطنين. الجانب اخر هو بالنسبه للاذاعات، حاولنا اننا عوض ما نفتحوا اكثر خاصه على يعني ما تطور المشهد الاعلامي السمعي البصري في بلادنا، حاولنا نفتحوا اكثر على القنوات الاذاعيه الخاصه، بحيث انه اليوم عندنا تقريبا يعني برامج خاصة في جل القنوات الإذاعية الخاصة. ولكن استثمرنا كذلك، وهذه مسألة واللي أخضعنا فيها الهيكلة للمؤسسة ككل، ومن خلال إحداث مصالح خاصة بروافد تواصلية جديدة، مثلا التواصل الرقمي، بحيث تم إحداث مصلحة خاصة تعنى بالتواصل الرقمي. اليوم تقريبا عندنا أكثر من 10 ديال الملايين ديال المغاربة اللي عندهم حسابات يعني عن طريق الفيسبوك، إذن وبالتالي خلقنا منتديات اجتماعية خاصة بالمؤسسة، واللي اليوم كتشكل واحد الرافد حقيقي ماشي فقط بالنسبة للعمليات اللي كنقوموا بها داخل اللجنة، ولكن كذلك حتى لباقي الفاعلين. يعني اليوم أي فاعل، يعني تقريبا كنرصدوا كل التحركات وكل التدخلات ديال كل الفاعلين كيف ما كانوا، وكنقوموا بالتواصل حول هذه المساله، حول الانشطه ديالهم اللي عندها علاقه بالسلامه الطرقيه، بالاضافه كما قلت الى الفاعل المهني اللي كذلك حدثنا له مصلحه خاصه، واللي اليوم بغينا نوصلوا فعلا لهذا انه تكون عندنا المقاوله المغربيه كتدمج هذا البعد الحقيقي ديال السلامه الطرقيه داخل المقاوله، لانه في نهايه المطاف بالنسبه للفاعل المهني اليوم الى شفنا الحركيه ديال السير بشكل عام، شكون اللي كيقوم بها؟ راه كيقوم بها هذاك المهني. يعني الناس العادي، الناس العاديين تقريبا كيمشيو الى استعملوا السياره ديالهم كيستعملوها من مقر السكنه ديالهم للمقر ديال الشغل، في حين انه هذاك الفاعل المهني كيدوز النهار كله تقريبا طويلة، يعني كيقطع مسافات طويله الى غير ذلك، وبالتالي لازم ان نركزوا على الفاعل المهنيين من خلال تقريبا بطبيعه الحال البرامج اللي هي تكون خاصه كتراعي الخصوصيه ديال النشر الرئيسي. طيب بالعجول بلغه الارقام، سنه 2015 شهدت مؤشر مرتفع لحوادث السير، ماذا عن سنه 2016؟ هل هناك انخفاض ام؟ اولا تعقيب بسيط على سنه 2015 هو انه لابد من التذكير انه منذ سنه 2012 ونحن نحقق انخفاضات متتاليه، تقريبا في ظرف ديال واحد 3 حتى 4 سنوات حققنا واحد المعدل ديال انخفاض ديال 17.5%، وبالتالي على مستوى الارقام ربما باش نعرفوا الاشياء على حقيقتها، انه تم انقاذ تقريبا ما يناهي 714 وفاه من شخص اللي كان اللي ربما كان غادي يعني كنا غادي نفقدهم، ولكن بفضل المجهودات ديال كل المتدخلين، انا لا اقول اللجنه الوطنيه لوقايه من الحوادث، ولكن كل المتدخلين، لان هذا مشروع وطني، يعني الحمد لله تم تحقيق هذه النسبه ديال الانخفاض. كيصعب انك باش تحافظ على نفس المستوى تقريبا يعني خلال واحد المده ديال 5 أو 6 سنوات متتاليه. وبالرجوع الى المقارنه الدوليه كيتبين انه جميع الدول اللي اليوم عندها مؤشرات جد مهمه في مجال السلامه الطرقيه، انه على مستوى المدى المتوسط والطويل هناك انخفاضات، ولكن كتكون واحد السنه. نتمنى ان شاء الله ان تكون سنه 2015 كبوت جواد، واعتقد انه المعطيات المتوفره حاليا فيما يخص شهري خاصه
شهري مارس وأبريل، يعني أن هناك انخفاضات مهمة جدا. نتمنى أن نواصل من طبيعة الحال هذه الانخفاضات وهذه الوتيرة. وأعتقد سنة 2016 بحكم أنها السنة الأولى ديال التنزيل ديال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية سوف نحقق وسوف نواصل سوف نعاود التحكم في مستوى السلامة الطرقية في بلادنا. سيد بولعجون، بالإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في مجال السلامة الطرقية، هناك مشروع إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية، نود أن نتعرف على الغاية المبتغات من هذا القرار. المشروع ديال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من طبيعة الحال جاء من بعد ما وصلنا لواحد المرحلة أعتقد ديال التراكم ديال واحد المجموعة ديال الإكراهات اللي اليوم أصبحت كتحتم علينا فعلا القيام بهذا التعديل اللي أعتقد أنه ضروري، واللي كيجي كذلك كيستجيب حتى التوصيات الدولية وخاصة توصيات منظمة الصحة العالمية. نتذكر أنه في سنة 2004 يعني خلال إصدار أول تقرير عالمي حول السلامة وضعية السلامة الطرقية في العالم، جاءت أول توصية أنه ضرورية ضرورة إحداث وكالات أو هيئات وطنية تعنى بالسلامة الطرقية، مع كذلك توفير لها كل يعني الإمكانيات وتكون المسؤولة المباشرة على السلامة الطرقية. يعني ما الفرق ما بين وكالة ولجنة حتى نقربها أكثر من المفهوم ديال الوكالة؟ هو أنه تجميع كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية واللي عنده واحد المؤسسة واحدة، وبالتالي عوض ما يكون عندنا واحد المجموعة ديال المتدخلين غيولي عندنا واحد المسؤول اللي هو معروف وكذلك عنده الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنزيل القيام بالمهام ديالو، ولكن في نفس الوقت المحاسب الرئيسي على تدبير ديال ملف السلامة الطرقية في بلادنا. كذلك يتكلف بالتنسيق ديال الموضوع الملف ديال السلامة الطرقية مع باقي الشركاء اللي هم معنيين بالسلامة الطرقية. اليوم المشروع يا اللي ربما وهذه من سبيل الصدف أنه اليوم تم اعتماد المشروع من طرف المجلس الحكومي، نتمنى أن يأخذ مجراه الطبيعي يعني في البرلمان وكذلك في مجلس المستشارين والخروج بهذا المشروع إلى في أقرب وقت ممكن إلى حيز الوجود، لأنه بلادنا اليوم أعتقد في حاجة إلى هيئة وطنية تعنى بموضوع السلامة الطرقية وتكون كذلك المسؤولة المباشرة على هذا الموضوع اللي من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي نعاني منها القطاع حاليا. طيب، هذا يجرنا للحديث عن المستقبل، ما هي الأفاق المستقبلية التي سطرتموها؟ المستقبل من طبيعة الحال المستقبل أنا شخصيا دائما متفائل، المستقبل إن شاء الله أكيد أنه سوف يكون جد إيجابي بحكم التراكمات الإيجابية اللي ركبناها جميع يعني كل الفاعلين المعنيين بالسلامة الطرقية في بلادنا. التحدي المطروح هو أنه كيفية التنزيل الصحيح للوكالة أولا كهيئة مستقلة يعني مؤسسة عمومية تعنى بهذا الملف من خلال الهيكلة ديالها والتنظيم ديالها والموارد البشرية اللازمة إلى غير ذلك، ولكن كذلك التنزيل الصحيح لأنه اليوم نشتغل وفق الاستراتيجية في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة 2016-2025. فأعتقد الأفق المستقبلية هي مرتكزة على جوج ديال المحاور، المحور الأول متعلق بتنزيل الوكالة والمحور التالي هذه الوكالة يجب أن تقوم بالتنفيذ الصحيح والسليم للاستراتيجية الوطنية 2016-2025، لأن الأهداف طموحة وطموحة جدا، تخفيض بواحد النسبة ديال 50% العدد ديال الوفيات ليس بالأمر الهين ولكنه ليس بالأمر المستحيل. طيب، المغرب يترأس الآن المنظمة الدولية للسلامة الطرقية، تحدثنا عن هذا المركز وأيضا تعاونكم مع باقي المنظمات الدولية في مجال السلامة الطرقية. فعلا المغرب حاليا في شخص اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير يترأس المنظمة الدولية للوقاية الطرقية، هذه المنظمة اللي تم الإحداث ديالها سنة 1959، والمغرب كان من بين الدول الأولى العربية اللي انضمت لهذه المنظمة الدولية. كنا كنشتغلوا في إطار هذه المنظمة كأعضاء في المكتب التنفيذي تقريبا خلال 3 أو 4 سنوات الأخيرة، والسنة الفارطة يعني في نوفمبر 2015 أثناء الجمعية العمومية لهذه المنظمة بأبو ظبي الإمارات العربية المتحدة تم انتخاب المغرب وفي شخصي ككاتب دائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كرئيس للمنظمة الدولية للوقاية الطرقية، من طبيعة الحال مع أهداف محددة وطموحة جدا هو إعادة هيكلة هذه المنظمة من أجل إعطائها البريق ديالها والسمعة ديالها، لأنه اليوم كاين هناك واحد المجموعة ديال المتدخلين على المستوى الدولي، ومن المغرب ولهذه المنظمة لازم أنها تلعب
وسوف يكون لنا الشرف من طبيعة الحال إلى استطعنا نعطيه لهذه المنظمة البريق ديالها على المستوى الدولي. على المستوى الدولي كذلك المغرب في شخص اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ابتداء من تقريبا من شهر أبريل الفائت يعني أصبحنا كعضو متعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مجال السلامة الطرقية. أعتقد المغرب اليوم الحمد لله يحظى بسمعة طيبة على المستوى الدولي يعني من خلال واحد المجموعة ديال المشاريع اللي كنشتغلوا عليها، وكذلك المغرب في شخص يعني تم اختياره مع دولة أخرى من شرق متوسطية أنه تكون الدول الرائدة والنموذجية في مجال السلامة الطرقية بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، لأن هي اللي كتعنى بالملف ديال السلامة الطرقية على المستوى الدولي. أعتقد الحمد لله كما قلت سمعة هي سمعة جيدة يجب أن نستثمرها من خلال العلاقات، من خلال كذلك استدراج التجارب الدولية واستدراج كذلك حتى المشاريع المرتبطة بالسلامة الطرقية وتنزيلها على أرض الواقع في بلادنا. بهذه الرسالة الإيجابية حوارنا يشرف على نهايته. أشكرك جزيل الشكر سيد بنصر بولاجول على تلبية الدعوة، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا، هذا واجب. شكرا. أما أنتم أعزائي المشاهدين فأذكركم أنه يمكن إعادة مشاهدة هذا الحوار على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. إلى اللقاء.